بقول لك يا حمودي، انا جاي لك في موضوع بس من غير هزار. جاي لنا في موضوع يا زوكا؟ ليه عملت ايه يا زوكا؟ ما عملتش حاجة، بس اسمعني بس الأول. أنا متخانق الصراحة أنا وخطيبتي، وعايزك تحل لنا الحوار ده. اتخانق مع خطيبتك؟ طب يا حبيبي ما تروح تلعبوا استغماية انتوا الاتنين وخلاص. نلعب استغماية؟ يا ابني نلعب استغماية، أنا بقول لك حل لنا الحوار. طب بص، انت تروح انت وهي وتجيب لها شوكولاتايه وهتسلحك على طول يا حمار. انا حمار يا ابني؟ خليك محترم وانت بتكلمني يا ابني. يا عم ما تحطش في دماغك، انت كده كده ما بتفهمش زيها. انا ما بفهمش زيها يا ماما. ما تشوف ابنك يا ماما، ده انا غلطان اللي جيت قعدت معاه والله. اسمعوا يا ابني، يمكن تطلع منه بفايدة، مع ان انا عارفة انه مفيش فايدة. لا يا زوكا، بص يا حبيبي، انت دلوقتي لو معاك وردة وقطة بتاعها هتتكسر؟ اكيد هتتكسر. يبقى انت حمار. يا امي ما تشوف ابنك يا امي، هو الكبير ولا انا يا امي؟ وانا مالي يا ابني، مش انت اللي بتحكي له حكايتك، ده عيل صغير. خلاص يا زوكا بقى، كبر دماغك بقى، روح هات بونبوني وانت بونبوني وانت بونبوني، وخلي الدنيا بونبون. يا ابني بونبناية وملبسايه ايه يا ابني؟ هو انت يا ابني بتسمع اغاني كتير؟ جننيش يا حمودي. هتحل لي الموضوع ولا اقوم امشي؟ يا عم اقول لك على حاجه، كبر دماغك، هات رقمها وانا هحل لك الحوار على طول. عايز رقمها؟ انت والله العظيم ما يجيش وراك غير الخراب، انا غلطان اللي جيت قعدته عشان اتكلم معاك. يا ماما هو اللي قال لي جاي لك في موضوع وانا بحله له، لا انت عايز مالي دعوه. ايوه يا ابني، انت ما عندكش ذنب، انت عايز تحل له مشكلته. هما كده كده ماما الاتنين ما بيفهموش، انا اللي بفهم بس. انا ولا اعمل عقل ولا اعمل